هانتوما الغزالات، هانتوما بعد اهلا اهلا، السلام عليكم. اهلا الخواتات الفنات كديرين، ياك لاباس عليكم؟ بخير، اموركم مزيانه؟ المهم نهار جديده البنات وفيديو جديد معكم، وشكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم اختي وعلى التعاليق ديالكم اللي خطيكم. ونبداو الفيديو ديالنا. قبل البنات نقول لك اختي بعدا ما تبخليش عليا بواحد اللايك تجي عليا، والتعاليق ديالكم الزوينه اللي عودتوني عليها اللي كتعطيني طاقه ايجابيه، ربي يحفظكم والله يحفظكم ما كتمنوا في خاطركم كيف ما كتفرحوني. شكرا لكم بزاف بزاف البنات. ايوا ندوزو للفيديو ديالنا ان شاء الله. بديت معكم فيديو البنات مع الصباح، اليوم ما كاينش معايا الوالده، مشات وخلاتني. يا اختي راه ما كايناش غير انا يا ما كايناش غير انت، واحد تعطي حقه. ربي يحفظ لينا والدينا البنات، ويخلي لكم والديكم واللي ميتي لوالديه، كنقول ليه الله يرحمهم ويوسع عليهم ويرحم جميع المسلمين. وغندوزو الفيديو ديالنا البنات اليوم ان شاء الله، ولكن الفيديو معايا الوالده ضروري اختي، ما يمكنش اختي ذوق الوالده زوين، انا كيعجبني ذوق امي يمشي صراحه الا في هذا الشيء ديال خاصه صراحه هي كتفهم في الرومي وفي البلدي. اي حاجه روميه كتفهم فيها، والبلديه تبارك الله ما شاء الله عليها، ربي يحفظها ان شاء الله. اليوم البنات وكتاب والحمد لله، والله يفرح كل وحده، الله يسهل على كل وحده، والله هذاك ما كتمناي. شوفوا البنات اللي قلبها زوين راه ما عمرها تخيب، وبغيت ربي يفرحك الا كان قلبك زوين اللي تبغيها. شوفوا كنقولها هذه، انا عزيز عليا دابا نعاند، ولكن الحمد لله قلبي زوين، كنعاند كنوض نخدم نعول على راسي، مهم ان قلبي زوين والحمد لله الحمد لله. ايوا اليوم البنات غنتقاسم معكم فرحه اللي كنت كنتمناها من شحال هذه، والحمد لله ربي كبير 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 بزاف. وغنتقاسم معكم يوم غدا نمشي ان شاء الله نشوف الكوزينة المغرب، اختي وديت الميمه ديالي اللي تبارك الله عليها ما شاء الله عليها. كيف قلت لكم البنات في الاخير درت بذوقها اختي، ذوقها لا يعلى علي. يلا خليكم مع الفيديو هنا البنات. من بعد اختي ما جمعت كيف ما شفتوا، جمعت البيت ديالي وواحد الجفيفه خفيفه البنات، لان عندنا البرد، البرد قاصح ما نقولش لكم البنات، الثلج الله يستر عندنا، وانا البرد شويه واخا كيعود معجزني شويه، كنعود معجزه صراحه. ايوا صافي هنا البنات درت مسحت شويه الغبره، درت اختي البروفومي بالدار ضروري اختي، الطاقه الايجابيه الطاقه الايجابيه ضروري منها البنات. غزالات من بعد ما كملت شقايا دزت ديريكت البنات وجدت هنايا واحد الكرعين، زكريا قالك باغي الكرعين، شديت هنا البنات واحد البصله كبيره اللي شديتها طحنتها هي واحد جوج ريوز ديال الثومه. سمحوا لي عندي واحد نص ملعقه ديال الخرقوم عل، نص ملعقه البنات ديال البزار، نص ملعقه ديال التحميره، ودرت البنات واحد الضامه ديال الزعفران صافي، وجوج ريوز ديال الثومه طحنتهم مع البصله البنات. غندوز هنا ودرت شويه زيت الزيتون، غندوز نشحرهم صافي، وغنضيف عليهم بالنسبه للبصله والزبيبه نخليهم حتى من بعد يطيبوا لي القرعين، حيت القرعين كياخذوا وقت كثير البنات. صافي حطيت البنات الغديوه وطيب على خاطرها حتى يطيبوا البنات نص تطيب الكرعين، عاد غنضيف عليهم البصله والزبيب. البنات القرفه هذوك العويدات ديال القرفه راه كيعطيو واحد النسمه واعره للكرعين، كيجيو واعرين واعرين ما تشبعوش منهم، انا بعدا كيجوني زوينين. صافي هنا دزت البنات نحيد عليا حتى المويعنات. بالنسبه لغيبه لكم حاطه شكوكوط هنايا، خرجت الكوزينه برا باش تبقى لي الكوزينه نقيقيه. ثم الغزالات ثم بعد ما تشحروا عندي اختي صافي غن ضيف عليهم Thank you.
هذا في الجري والباش يا انكم المهم هنا جيبوا الاخرى امي ديري امي جربي هذيك امي جربي هذه تادي واعره لا واخا الاخرى احسن ديري صوري هادي هادي واعره شابل معاك لا شي لكن كويسي بنو تبيو بان بيو كارينو كويسي كما يوتشلو دوي 70 مورو quelle cose che abbiamo parlato di il frigo e microonde a parte ci va meglio tu dici oggi viene più stretto un'altra colonna sì di come hai fatto vedere a me qua che c'è il qua io vi posso mettere il microonde sopra no che come qua nel forno li metto diciamo il frigo più aggiungere una dispensa più una dispensa sì si può no. زكريا نعمر الكوزينه كي غتجي الكوزينه زكريا شنو بغا يدير على الكوزينه من القدام ومن الحيط من هوكي يدير ثاني جوج لعيبات طبله ماشي طبله بحال مريو هذا هو المهم عند الناس هذا هو ديسانيو اللي داروا لنا الكوزينه غتجيب هاد ديجا داروا لنا بحال البلان هذا بحال البلان ديال الكوزينه اللي عطيناهم العبار وداروه لينا بالنسبه للافاندينو البنات ما غنديروش اختي كانت دارته هنا غنبدل انا شويه على بوشره اختي انا غنديرو هنا شفتوا البنات غنديرو انا هنايا والفرن غنديرو هنا ودرت ما غنديرش الفرن لتحت درت قوابط البنات هنا ديري درت واحد طوال بزاف يعني ما درتش مصغر والفران غنديرو هنا يجيو على هاد تجي على هاد الشكل شفتوا البنات ومهم هذا هو اللي عزلنا هذا هو اللي عزلنا عود البنات احسن من هذو البنات صحاح وكل شيء حيت هذا هو بحال اللي عند امي غير حنا في البيج امي دايره عود امي دايره هذا امي عندها هذا حنا عزلنا لون بيج المهم صراحه هذو الزينده كبيره البنات اللي كيخدموا صراحه عندهم داك الشيء متقون دخلنا هنايا ما عرفت هادي وحده اخرى دايرين حاطين هادي جا هنايا شوف بنات هادي راه زينده كبيره شوف درخين quelle che abbiamo fatto noi è la stessa misura di questa, no? Sì. Ah, la stessa misura. Sì, uguale. La stessa. Ah, è di tutto. È di tutto. Questi sono venuti più bene. Più carino questo. Più luminoso. Come io ce l'ho 270 moro. Quelle cose che abbiamo parlato di il frigo e microonde a parte ci va meglio. Tu dici oggi viene più stretto. Un'altra colonna. Sì, di, come hai fatto vedere a me qua che c'è il. Qua io vi posso mettere il microonde sopra. No. Che come qua nel forno li metto diciamo il frigo più aggiungere una dispensa più una dispensa sì si può no Zikriya نعمر الكوزينه كي غتجي الكوزينه زكريا شنو بغا يدير على الكوزينه من القدام ومن الحيط من هوكي يدير ثاني جوج لعيبات طبله
ماشي طلع بحال مريو هذا هو المهم الناس. هذا هو ديسانيو اللي دارونا الكوزينه غتجيب هاد ديجا دارونا بحال البلان هذا بحال البلان ديال الكوزينه اللي عطيناهم العبار وداروا لينا. بالنسبه للافانديين والبنات ما غنديروش اختي كانت دارته هنا غنبدل انا شويه على بوش اختي انا غنديرو هنا شفتوا البنات غنديرو انا هنايا والفرن غنديرو هنا ودرت ما غنديرش الفرن لتحت درت قوابط البنات هنا ديري درت واحد طوال بزاف يعني ما درتش من الصغار والفران غنديرو هنا يجيو على هاد تجي على هاد الشكل شفتوها البنات. هذا هو اللي عزلنا هذا هو اللي عزلنا عود البنات احسن من هادو البنات صحاح وكل شيء حيت هذا هو بحال اللي عند امي غير حنا في البيج امي دايره عود امي دايره هذا امي عندها هذا حنا عزلنا لون بيج. المهم صراحه هادو ازينده كبيره البنات اللي كيخدموا صراحه عندهم داك الشيء متقون. جات معكم الغزالات اش نقول لكم نقول لكم حيت غتسولوني بزاف الاخوات اللي غيسولوني عندنا البرد برد برد الاخوات اللي غيسولوني اختي بشحال كوزينه بشحال داروا قالوا مع قالوا لينا بزز 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 ب 3,400,000 3,000,000 4 3,400,000 بحال 3,080,000 طاليانية بزز. كيف جاتكم حاولت ندير البنات هذاك العود لانه صحيح شي حاجه صح والمتن احنا نقلبوا على الصح الواليد عجبته اصل الكوزينه ديال الوالده هذاك الوي اللي وريتكم هو اللي دايره في الدار في المغرب كانوا داو خوتي من هنا وحاجه الدراري خوتي مادين غير البيبان غير البيبان ديال الكوزينه ما مادينش البنات داك الشيء الدخلاني فهمتوا كيفاش فتو مشاو لهي المغرب عاد صوبوا داوها بجوج 2,500,000 حنا كومبليت واحد من حتى ديك البلاستيكه دايره معاهم ديك البلاستيكه اللي كديري فيها العواشق وكبيره خلي زكريا هذيك راه عطيوها هذيك حتى هي. المهم خليناها بالطريميلا 4 قولوا لي كيف جاوكم في الاخر عزلناها كيف ما شفتوا عزلنا هذيك الويده اللي عزلت الوالده جات شي حاجه عرفتوا والله البنات تليفون حيت انا عندي التليفون ما كيعطيش حق الحاجه حيت ماشي شي تليفون واعر اللي كبير وحط الصوره راه مباشره كتبان الحاجه واعره والله البنات كتبان الحاجه واعره التليفون كيعطيش اختي حق الحاجه ايوا الحمد لله الحمد لله. قولوا لي كيف جاتكم عزلت لون البيج دخل فيه البيض والبيج يجي شي حاجه واعره بقي لنا دابا غير ان شاء الله روبيني باقي لافاندينو باقي الفورنو باقي الثلاجه باقي لنا شي كله حيت اختي ما بقاش نهوضو اختي الصيف نهوضو نقادو هادشي حيت لانني باغا نعود نهود كيف قلتوا البنات سمحوا لي سمحوا لي نهود ندي بنياتي من كل شهر ديال من العام لعام ندي بنياتي للمغرب الانسان ملي كيعود بدويرته هذيك يمشي لدويرته مرتاح اختي واشنو واخا كاين دار الوالدين تبارك الله كبيره وبريده ولكن ماشي بحال دارك دارك كتحسينا انا من النوع اللي كرتاح في داري وعزيز عليا نبقشش ونقيد نصوب اختي اختي شكون لي ماشي هكا اختي كنهضر معاكم الحقيقه شكون اختي اللي دويرتها وتقاد منها وتصيب من هنا وباغا كلشي زين اي 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 الفرحه الفرحه ديش عليا ايوا اختي اش نقول لكم الله يسر لكم والله يسهل عليكم والله يخلي لنا الله يخلي لنا صحيحتنا نتمتعوا في هذا الشيء تقادي الحاجه زينه وتمتعي ايوا الحمد لله. وهنا اختي غنحبس معكم فيديو خليوا لي في التعاليق قولوا لي كي جاكم الذوق الوالده الوالده عجبتها قالت لي شي حاجه واعره بنيتي الله يسر لك ايوا الحمد لله. ايوا نخليكم البنات في التعاليق قولوا لي كيف جاتكم كيف جاتكم خليوا لي في التعاليق ومن هذا المنبر اختي كنشكر زكريا الله يعطيه صحيحته الله يخلي لي صحيحته الله يخليه لبنياته وهنا نقول لكم قبل عليكم تهلاو في رياضكم